مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. في الكثير من الأحيان متتبعي قناة شوف تيفي يعني كتشوفوا معنا الكثير من المشاكل، الكثير من طبوهات ديال المجتمع، الكثير من المعاناة إلى آخره. لكن في هذا اللايف متتبعي قناة شوف تيفي غادي تشوفوا معايا واحد الفيلا، غادي تشوفوا معايا واحد الفيلا اللي مهجوره هنايا، يعني كيتم يعني استغلالها من طرف يعني اشخاص غرباء، وللاسف يعني كيتمارسوا فيها يعني شي حوايج اللي هما يعني صعب صعب صعب, صعب بزاف اننا نهضروا عليهم، وصعب اننا يعني نكشفوهم يعني ليكم متتبعي قناه شوف تيفي. ففي الكثير من الاحيان يعني فاش كنكونوا غادي ندايزين من هنايا تيغشو اللي كيكون يعني هاد الطريق يعني كيستعملها بشكل يومي الى اخره، فكيكون دائما كيلاحظ ان هناك بعض الاشخاص اللي يعني اللي كيطلعوا او كيدخلوا لهاد الفيلا هادي عبر هاد البطوات ديال الضو اللي كيكونوا. هادو اللي كتشوفوهم راه كاينين واحد جوج على الجنب الاخر في اتجاه الاخر، يعني كيقدروا انهم يعني يدخلوا الفيلا من خلال دوك البطوات ديال الضو. وللاسف مشاهدي قناه شوف تيفي هاد الفيلا هادي اللي كتشوفوها ها هي يعني منذ اشهر ومنذ يعني وقت طويل وهاد الاشخاص كيدخلوا ليها، موليها ما كاينينش، ما عرفناش فين كاينين، واش خارجين برات المغرب، واش سامحين فيها، ولا شنو واقع، لانه راه شي حوايج لداخل كيوقعوا من طرف اشخاص غرباء، من طرف اشخاص يعني مجهولين، ما كنعرفوش الهويه ديالهم، ما كنعرفوش يعني الصفه ديالهم، ما كنعرفوش حتى شنو كيديروا. دونك يعني راه ممكن الله يستر هذا الشيء، هذا يعني ينتج عليه يعني بزاف د الحوايج اللي هما يعني خايبين، راه ممكن الله يستر توقع شي جريمه. وشحال من خطره يعني كنلقاو يعني كنحضروا الجرائم اللي كيكونوا وقعوا في اماكن بحال هكا، يعني اماكن ديال سميتو فيلات الى اخره. يعني هذا الشيء هذا مشاهدي قناه شوف تيفي خاص يدار ليه يعني واحد الحل، حيت ما يمكنش يعني نشوفوا بحال هاد الامور هذه ونسكتوا عليها، لانه راه نتوما عارفين اشخاص غرباء كيدخلوا الفيلا كيحاولوا يعني كيستغلوها فيما يعني في شي حويجات اللي ممكن انهم يضروا بها راسهم ويضروا بها حتى الاشخاص اللي ممكن انهم يدخلوا. راه شحال من واحد كيجي كيدخل لهنايا ما كيكونش عارف حتى شكون داخل اصلا، وشنو الطينه ديال داك السيد اللي داخل وشنو كيدير وشنو، ولكن راه اشياء اللي هي راه اشياء اللي صعيبه بزاف. راه اشخاص غرباء كيدخلوا لهاد الفيلا، الناس اللي عارفين الفيلا ديالهم فهاد المكان هذا حاولوا تجيو انكم تفقدوا هاد الفيلا هادي ديالكم، لانه راه حقا راه كيدخلوا ليها شي اشخاص، راه هادشي هذا لا يبشر بالخير. ردوا البال لراسكم وردوا البال المنازل ديالكم، حنا عارفين ان هناك بعض الناس اللي كيخليو المنازل ديالهم كيخرجوا على برات المغرب، كيبغوا يديروا لي بروجي، كيبغوا يبنوا حياتهم الى اخره، ولكن ردوا البال الى ما كانش يعني غيتم، الى ما كنتوش يعني باقين يعني غادي تستعملوا الفيلا ديالكم، ممكن انكم تبيعوها، ممكن ديروا بها اي حاجه، ولكن باش تبقى يعني مهجوره بهذا الشكل هذا ويتم استغلالها من طرف اشخاص مجهولين، اشخاص يعني ما كتعرفش اش من هويه عندهم ومنين جايين وعلاش جايين واشنو كيديروا، راه ما يمكنش، راه الروينه كتكون خاصه في الليل، يعني الحادي عشر سميتو الوحدة الليل زوجة الليل، راه شي حوايج كيوقعوا راه ما يمكنش الخوت، والله ما يمكن. فالله يجزيكم بخير الناس اللي طلع ليهم هذا اللايف هذا وعارفين اصحاب هذه الفيلا هذه اللي كاينه هنايا في الوازيز، وحنا عارفين الوازيز راه ارقى الاحياء الموجوده هنايا في كازا، ف يعني يحاولوا يتواصلوا مع الناس. مع الناس ديالها، لانه راه اشخاص غرباء واشخاص مجهولين كيدخلوا لهاد الفيلا هادي، وما يقع فيها يعني اعظم واعظم واعظم واخطر بكثير مما يعني تتصورون. والله يحفظنا كاملين يا ربي، وردوا بالكم، الله يجزيكم بخير، ردوا بالكم. فمتابعي قناه شوف تيفي غنقول لكم السلام عليكم، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر.